بالنسبة كعرض الأول، لو لاحظ إن مثلا بدأ يحصل تورمات في أماكن معينة من الجسم، وخاصة لو في طيب القدمين أو الرجلين، معانا صور للأعراض، تمام. عرضوها بعد كده. يعني زي ما حضراتكم شايفين، أول نقطة اللي هي الإدمان، اللي هو التورم، ارتفاع في وظائف الكلى، شوية أنيميا بسيطة، ارتفاع في الضغط، الجسم دايما ضعيف مش قادر يعمل مجهوده العادي، إما زيادة شديدة قوي في كميات البول المفرزة أو قلة شديدة قوي في كميات البول المفرزة، البول نفسه تركيزه مش عالي، يعني زي ما بنقول بول مخفف، بنقيسها بحاجة اسمها specific gravity، اللي هي قدرة البول على التركيز، يعني دي من أحد وظائف الكلى. كذلك الصداع المستمر، لو لاحظ المريض أي حاجة من الحاجات ديت، وخصوصا لو كان في الريسك جروب اللي هو المجموعة اللي المخاطر فيها عالية شوية، يبدأ في ينتبه. صورة هي فعلا اللي بتمثل التورم بالظبط، اللي دي حضرتك ده اتكلمت عنه. تورم، لاحظ تورم في القدم، ده تورم طبعا شديد جدا، معناه ان المريض وصل لمراحل متأخرة قوي في الفشل الكلوي لما يوصل للمرحلة دي. لكن بعض المرضى بصراحة انا ببقى سعيد لما الاقي واحد جاي يقول لي، او مريضة جاي تقول لي، انا ما عدتش قادر البس الخواتم بتاعتي، انا ايدي بدأت تورم لاني ما عدتش قادر البس الخاتم او الدبلة بتاعي، بصحى من النوم الاقي عيني منفخة شوية، بلاقي احيانا مع فترة طويلة رجلي مورمة. ده طبعا مريض بيستدعينا ان احنا نجري بسرعة ونبدأ نعمله الفحوصات. فهوصل للسؤال بتاع حضرتك، اللي هو ايه الفحوصات اللي احنا بنبدئيا بنبدأ نعملها؟ طيب لو قلب الفحوصات في اعراض تالت اهو، الصوره برضو قريبه. اعراض الهرش المستمر ديت، بتبقى معناها ان احنا حصل عندنا ارتفاع شديد قوي في نسبة البولينة في الدم، وده اللي بيوصل المريض لهذا الموضوع، لان هو بيبقى نسبة الفوسفات عالية شوية، املاح الفوسفات تطلع عن طريق الجسم يخليه يبدأ يهرش هرش شديد في جسمه كله، يبقى المريض مش فاهم، يروح للدكاترة كتير يقول له ده حساسية مشاكل بتاع، محدش فكر ان هو يعمل له وظائف كلى ويشوف ايه المشكلة اللي سببت هذا الخلل. تمام.